الجلسة جاء تحت عنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل الذكاء الاصطناعي. تم اختيار هذا العنوان من قبل مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم. دولة الإمارات تخطط لإرسال مسبار الأمل في يوبيلها الذهبي، تخطط لمئة عام من اليوم للعلوم ومستقبل العلوم في دولة الإمارات. كل هذه الجوانب الحقيقة التي اهتمت بها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يهتم بها نادي الإمارات العلمي وتهتم بها ندوة الثقافة والعلوم، ومن أجل يعني إلقاء الضوء على هذه الجوانب تم اختيار هذا العنوان في ملتقى هذا العام الرمضاني لنادي الإمارات العلمي. حقيقة ندوة ممتازة اليوم ركزت على موضوع مهم للاقتصاد والعلم، هو موضوع الذكاء الاصطناعي اللي سيساهم مساهمة كبيرة في الناتج الإجمالي وسيزيد إلى الاقتصاد الإماراتي والعربي والدولي عدد كبير من الأمور في القطاعات المعينة. اليوم الحاسب أصبح يدرك كما يدرك الإنسان، يسمع ويقرأ ويحس ويتفاعل مع الإنسان بالتفاعلات اللي الإنسان بيتعرف عليها، وأصبح الذكاء نوع من الذكاء المدعم، فأصبح الطبيب أفضل في عمله، المهندس أفضل في عمله، الإداري أفضل في عمله، وطبعا صار عندنا كمان قطاعات جديدة مثل قطاع السيارات ذاتية القيادة وأمور مثل هذا النوع. فمن هنا العام 2030 سنشهد تحولات كبيرة في كل الأمور والمجالات. دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في هذا المجال، وضعت استراتيجية وعينت وزير، وكانت من الدول التي أخذت المبادرة في هذا الأمور. حقيقة هذه ندوة أو مجلس رمضاني كان مجلس رمضاني علمي مميز، اتطرق في الحديث عن موضوع الذكاء الاصطناعي وأبعاده التكنولوجية والاجتماعية. الحضور كان حضور طيب، وكانت الهدف من هذه من هذا المجلس الرمضاني هو طبعا تعريف الجمهور العام عن أهمية هذا الموضوع. عينك على العالم.